شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. كلامنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول صلاة الليل، ونتحدث حول هذا الموضوع في محورين. المحور الأول: الفلسفة الرئيسية لصلاة الليل. المحور الثاني: معطيات صلاة الليل. أما بالنسبة إلى الموضوع أو المحور الأول، الشيء الذي يبدو لنا وإن كان العلم الحقيقي خاصا بالله سبحانه وتعالى، أن الفلسفة الرئيسية لصلاة الليل ترتبط بنوع من أنواع الارتباط بالفلسفة الرئيسية لخلق الإنسان. الله تعالى لماذا خلقنا نحن البشر؟ يمكن أن نجيب على هذا السؤال بأجوبة متعددة، ولكن هنالك آية في القرآن الكريم تجيب بوضوح على هذا السؤال، وهذه الآية الكريمة قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا
ليعبدون. هذه الجملة في الاصطلاح الأدبي يقال لها جملة حصر، ما وإلا. وجمل الحصر كما يقول الأدباء تنحل إلى عقدين، عقد إيجابي وعقد سلبي. العقد الإيجابي: أيها البشر، إنكم خلقتم للعبادة، هذا هو الهدف، هذا العقد الإيجابي. العقد السلبي: أيها البشر وأيها الجن، الخطاب للجن والإنس، وقدم الجن على الإنس لعله لتقدم خلق الجن على البشر، الجن خلقوا قبلنا، الشيطان كان من الجن، إلا إبليس كان من الجن في الآية الكريمة. فالعقد الإيجابي: أيها البشر، أنتم خلقتم للعبادة. والعقد السلبي: أيها البشر، أنتم لم تخلقوا لأي شيء آخر، هذا هو الهدف الوحيد من الخلق. نمثل لكم بمثال: إذا طالب من الطلاب في نهاية العام دخل إلى قاعة الامتحان، هذا لماذا يدخل القاعة؟ لهدف واحد فقط، وهو الامتحان. أي شيء يتعلق بنحو من أنحاء التعلق بالامتحان فهو يتعلق بالغرض، وأي شيء لا يتعلق بالامتحان فلا يخدم الهدف ولا يخدم الغرض. الأكل هل يتعلق بالهدف؟ إذا واحد دخل في قاعة الامتحان فأكل، يتعلق بالهدف؟ لا. إذا شرب في قاعة الامتحان هل هذا يتعلق بالهدف؟ لا، إلا إذا كان مقدمة للهدف، ارتبط بالهدف بنحو من الأنحاء، على قول صاحب الكفاية: الطريق الموصل ولو بطريقه، يعني طريق الطريق. إذا نام في قاعة الامتحان هذا النوم يتعلق بالهدف؟ لا، الهدف فقط الامتحان وأداء الامتحان. إحنا البشر أكلنا لا يرتبط بالهدف من خلقتنا، إلا إذا ربطناه بنوع من الأنواع بالهدف. إذا ربط بالهدف بنحو من الأنحاء كما يفعل الأولياء فهذا طريق الهدف، أو طريق الطريق، أو طريق طريق الطريق. أما إذا لم يتعلق بالهدف فهذا ضياع، مثل ذول اللي يروحون إلى بلاد الغرب للشهادة يضيعون عمرهم بالأكل والشرب والنوم واللعب والعبث، كل ضياع هذا، وعندما يعود إلى وطنه يندم على ما فرط في بلاد الغربة. الهدف هو العبادة فقط ولا شيء آخر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أكو هنالك كلام يقوله بعض ويفكر فيه بعض آخر، يقولون العبادة شغل العجائز والشياب،
مو شغلنا إحنا. هذا الكلام لا واقعية له. إذا العبادة كانت شغل العجائز والشياب، العبادة بالمعنى الأخص لا العبادة بالمعنى الأعم. النبي صلى الله عليه وآله وقف على قدميه 10 أعوام، على أطراف قدميه، مو على قدميه، على أطراف قدميه، حتى تورمت قدماه. هذا شغل العجائز والشياب. فاطمة الزهراء صلوات الله عليها وقفت للعبادة حتى تورمت قدماها. الإمام المجتبى ذهب إلى الحج ماشيا 25 مرة. الإمام الحسين صلوات الله عليه طلب، قال لأبي الفضل العباس صلوات الله عليه: اذهب إلى هؤلاء القوم واستمهلهم ليلة لعلنا نصلي لربنا ركعات وندعوه ونستغفره، فإن ربي يعلم أني كنت أحب كثرة الصلاة والدعاء والاستغفار. مضمون الكلمات. وبات أصحاب الإمام الحسين صلوات الله عليه ولهم في تلك الليلة دوي كدوي النحل، ما بين قائم وقاعد وراكع وساجد. الإمام الكاظم صلوات الله عليه يقول في السجن: اللهم إني كنت سألتك أن تفرغني لعبادتك. هذه العبادة بأي معنى؟ العبادة بالمعنى الأعام أو العبادة بالمعنى الأخص؟ العبادة بالمعنى الأعام، كل شيء ينتهي إلى الله وأن إلى ربك المنتهى فهو عبادة. الإمام دائما كان في حالة عبادة بالمعنى الأعم، ولكن كنت سألتك أن تفرغني لعبادتك، تفرغ وقد فعلت فلك الحمد. هذه هي العبادة بالمعنى الأخص. وكانت له سجدة من بعد طلوع الشمس إلى الظهر. وهكذا الأنبياء، الأئمة، الصالحون، الأولياء، هذا يدل على أن العبادة بالمعنى الأخص لها موقع مهم، وأن واحد يفكر أن العبادة بالمعنى الأعم هذه تغني عن العبادة بالمعنى الأخص. هذا التفكير غير صحيح. صلاة الليل تمثل مظهرا متميزا من مظاهر العبادة بالمعنى الأخص، متميز عن سائر العبادة. وهذه فيما نتصور أو نحتمل هي الفلسفة الرئيسية لصلاة الليل. ولذلك الإمام صلوات الله عليه عندما يسأل عن العبودية، الإمام في هذه الرواية صلوات الله عليه يقول: العبودية في 5 أشياء، 1 من هذه الأشياء وقيام الليل أو صلاة الليل. هذا هو المبحث الأول. المبحث الثاني: معطيات صلاة الليل. قبل أن نبين
بعضا من هذه المعطيات نشير إلى نقطة، وهذه النقطة قضية الارتباطات فيما بين الأشياء، لأن هذه القضية مطروحة في الروايات كثيرا. أكو هنالك ارتباطات غير مفهومة، واحد ما يفهمها، مذكورة في الروايات، فما هي حقيقة هذه الارتباطات؟ مثلا أكو بالروايات في باب الفقر أنه التمشط قائما يورث الفقر، واحد عندما يمتشط الأفضل أن يقعد ويمتشط، التمشط قائما يورث الفقر، شنو الربط؟ لا نفهم. ترك بيت العنكبوت في البيت يورث الفقر، ما هو الربط؟ لا نفهم. ترك أواني الماء مفتوحة يورث الفقر، ما هو الربط؟ ربما لا نفع. كنس البيت في الليل يورث الفقر، ما هو الربط؟ لا نفع. وهكذا قص الأظافر بالفم كما يفعله البعض يورث الفقر، ما هو الربط؟ ربما لا نفع. لعن الأولاد يورث الفقر، كثير من الأمهات يفعلون هذا العمل، تلعن ابنها أو بنتها، شنو الربط؟ ربما لا نفع. هذه الارتباطات المجهولة المذكورة في الروايات كيف يمكن أن توجه؟ هنالك توجيهان أذكرهما على نحو الاختصار. التوجيه الأول أن هذه الروايات تعبر عن علاقات حقيقية تكوينية عقلية بين الأشياء ولكنها خفية. العلم ما تمكن أن يكتشف حقيقة جميع الارتباطات. أكو هنالك في الكون علاقات تكوينية حقيقية خفية، وربما العلم يكتشف بعد 100,000 عام الرابط بين ترك بيت العنكبوت في البيت والفقر، بعد 10,000 عام، بعد 100,000 عام. العلم ما إلى ادعاء، يقول هذا المقدار الذي فهمته، أكثر من هذا ما أفهم. ولذلك في عهد الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه البشر يتكامل علمه، أكثر العلم الآن مخفي علينا. فهنالك ارتباطات راجع كتاب الإنسان ذلك المجهول. لعل هذه روابط تكوينية حقيقية عقلية واقعية ولكنها خفية. وهذا له بحث طويل نتركه إلى مكان آخر. التوجيه الثاني، إحنا مقيدين بنظام الارتباطات. أنتوا إذا تردون تدفئون الغرفة يجب أن تشعلوا الموقد. إحنا البشر مقيدين بنظام الارتباطات، بنظام العلية والمعلولية، ولكن خالق هذه الأنظمة مو مقيد بنظام العلية والمعلولية، الله هو خلق هذا النظام.
الله فوق هذا النظام، إرادته حاكمة على هذا النظام. مو شرط أن يكون هنالك رابط بين المقدمات والنتائج عند الله تعالى. الشيخ النخدكي واحد يروح له في مشهد مثلا يقول له زوجتي مريضة في طهران، فيعطي له شيء، يعطي له شيء، افرضوا التين، يقول له أكل هذا التين، يقول له مو أنا مريض، زوجتي مريضة في طهران على بعد 1000 كيلومتر، يقول أنت شو عليك؟ مضمون القضية، أنت أكل، هذا يأكل زوجته تشفى على بعد 1000 كيلومتر، شنو الربط؟ الله مو مقيد بنظام الارتباطات. والنخدكي الشيخ حسن علي الإصفهاني النخدكي له قضايا عجيبة في هذا المضمار. الله حاكم على نظام الارتباط، حتى إذا ماكو أي ارتباط تكويني بين هذه المقدمات وتلك النتائج، الله تعالى يخلق تلك النتيجة عقيبة فعلك لهذه المقدمة. إرادة الله حرة مطلقة. وهذا له بحث طويل، لأن هنالك 3 نظريات في باب العلية والمعلولية. النظرية الأولى نظرية التوليد، النظرية الثانية نظرية الإعداد، النظرية الثالثة نظرية التوافي. وهل بتوليد أو إعداد ثبت أو بالتوافي عادة الله جرت؟ هذا بحث نتركه إلى محله. فإذا إحنا شفنا في هذه الروايات ما نفهم ارتباط بين هذه المقدمة وتلك النتيجة، هذا مو معناته أن الإنسان يتسرع إلى إنكار هذه الارتباطات. إحنا نذكر بعض في هذا المبحث الثاني بعض الارتباطات وبعض المعطيات التي ذكرت في الروايات حول معطيات صلاة الليل على نحو الاختصار. أولا تثبيت النور في القلب، نور المؤمن له نور، العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. صلاة الليل تثبت هذا النور في القلب. النبي صلى الله عليه وآله يقول إن العبد إذا تخلى بسيده في جوف الليل المظلم وناجاه أثبت الله النور في قلبه، قلبه قلب نوراني. ثانيا صلاة الليل تورث الشرف. الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول في هذه الرواية شرف المؤمن صلاته بالليل. ثالثا وهذه قضية جدا مهمة، رضوان الله، القرآن يعبر عن هذه النتيجة ورضوان من الله أكبر. إذا واحد يشعر أن أبوه راضي عنه إيش قد يفرح؟ إذا أبوكم يقول لكم لو أعطيك 1000 دينار لو أرضى عنك شنو تقولون؟ إذا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الآن يبعث لكم مبعوث يقول لكم أنا راضي عنكم، أي حالة تشعرون بها؟ إذا واحد من أهل القلب رضوان الله. الإمام الرضا صلوات الله عليه يقول رضوان الله الصلاة بالليل. رابعا صحة البدن، شنو الربط؟ حتى طبيا يمكن أن نجد ربطا وتفسيرا علميا لذلك.
أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: قيام الليل مصحة للبدن. خامسا: حسن الوجه. لعل المراد نورانية في الوجه، حتى إذا واحد مو حلو، يمكن يكون واحد حلو لكن ما إلى نورانية، ويمكن واحد يكون مو حلو ولكن له نورانية في وجهه. كان أكو واحد من العلماء، هاي قضية عرضية، كنا نذهب معه إلى التبليغ قبل يمكن 25 عام، إحنا وبعض الإخوة، فكنا نروح إلى الصحراء، قبائل، قرى، فكان يشوف الوجوه، كان يقول هؤلاء من المؤمنين وهؤلاء مو من المؤمنين. قلت له: منين تعرف؟ قال: أعرف ذلك من نورانية وجوههم. جماعة كان يقول ذولا مو من المؤمنين يعبرهم، يروح إلى جماعة يقول ذولا من المؤمنين فننزل عندهم، وفعلا نشوفهم من المؤمنين، نورانية في الوجه. النبي صلى الله عليه وآله يقول: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. أكو رواية ثانية لطيفة عن الإمام السجاد صلوات الله عليه، أنه سئل: ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجهاً؟ قال: لأنهم خلوا بالله فكساهم الله من نوره، الله يطيلهم من نوره. سادسا: يكتب من الذاكرين كثيرا. النبي صلى الله عليه وآله يقول: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل توضيا وصليا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. سابعا: غفران الذنوب. النبي صلى الله عليه وآله يقول في حديث: ثم يقول الله جل جلاله لملائكته: انظروا إلى عبدي قد تخلى في جوف الليل المظلم والبطالون لاهون والغافلون نيام. جماعة مشغولين بالله وجماعة مشغولين بالنوم، وهذا يفكر في خدمة مولاه. اشهدوا أني غفرت له. غفران الذنوب. ثامنا: مباهات الله. الله يباهي ملائكته بالذين يقومون في الليل. النبي صلى الله عليه وآله يقوم: إذا قام العبد من لذيذ مضجعه والنعاس في عينيه ليرضي ربه جل وعز بصلاة ليله باه الله به ملائكته. شوفوا شلون عبد عندي. فقال: أما ترون عبدي هذا قد قام من لذيذ مضجعه إلى صلاة لم أفرضها عليه، مو واجب عليه، ما بيها نار، ولكن حب الله يدفعه إلى ذلك. اشهدوا أني قد غفرت له. تاسعا: بياض الوجه. بياض الوجه قد يكون نفس حسن الوجه، قد يكون نورانية في الوجه، قد يكون له معنى آخر. عن الإمام الصادق صلوات الله عليه: صلاة الليل تبيض الوجه. عاشرا: تطيب الريح. الظاهر أن المراد الرائحة المادية. عن الإمام الصادق صلوات الله عليه: صلاة الليل تطيب الريح. هسه شنو الارتباط؟ يمكن للعلم أن يكشف ذلك. جلب الرزق، تجلب الرزق صلاة الليل، هذا 11. عن الإمام الكاظم صلوات الله عليه: فإذا حرم صلاة الليل حرم بها الرزق. رزق مقدر إليه لا يعطى.
في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله في صلاة الليل وبركة في الرزق، رزقه يكون مبارك في بركة، ومفهوم البركة يحتاج إلى بحث مستقل. في حديث عن الإمام الرضا صلوات الله عليه له تفاصيل، ووسع عليه في معيشته، التوسع في المعيشة. 12 حسن الخلق، أخلاق تكون حسنة. 13 الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول في صلاة الليل وتحسن الخلق، أخلاق تكون حسنة. ولعله من العلل اللي راح في ذاك العالم يخرج من إطار هذا العالم الضيق، يعيش معادلات ثانية. قضية ذلك الرجل اللي خطب بنت الملك فقالت له نعم بشرط أن تصلي صلاة الليل 40 ليلة، فصلى صلاة الليل بعد 40 ليلة بعثت عليه، ليش ما أجيت؟ قال أنا كنت أعشق بنت الملك عندما قلبي كان فارغ، والآن قلبي امتلأ بحب آخر. واحد إذا راح في تلك العوالم تفكيره، كلامه، معيشته، تعامله مع الآخرين يتغير. أنقل لكم قضية ولو مو مربوطة بالمطلب. العام حفظه الله كان يقول، رحت عند واحد من العلماء، هاي بعدين القضية فكروا فيها، قلت له شلونك؟ يقول بمجرد ما سألت هذا السؤال قال البارحة فلان كان عندي من أول الليل إلى الصبح وشتمني من أول الليل إلى الصبح. كان صديق العمر وياه 40 عام كأنه كانوا أصدقاء، ثم خانه خيانة كبرى ذاك الرجل، خان العالم اللي ذاك العالم كان يقول إذا ابني كان يعمل معي هذا العمل ما كنت أتأثر هالشكل. فجدا كان منزعج، فبمجرد ما قلت له شلونه قال بسرعة البارحة فلان كان من الليل للصبح شتمني وأنا لازم أشتمه لأنه هو الخائن. جدا يبدو كان متأثر. قلت له أعتذر منكم ولكن كلمة، الله تعالى مضمون كلام العام، الله تعالى خالق من البشر كثير، وأنت وجودك وعدمك ووجودي وعدمي لا يخل بهذا الكون. بس إحنا إذا ما كنا إحنا نتصور إحنا هواي مهمين، إحنا إذا الله يشيلنا من هذا الكون، إذا ما كنا في هذا الكون الكون كان يختل. أكو فد مثال لطيف يقولون المقابر مليئة بالأفراد الذين كانوا يظنون بأن الكون يدور ببركة وجوده. احنا نظن هوايه مهم، المقابر مليئه من الافراد اللي كانوا يفكرون هذا التفكير. احنا اذا متنا فما بكت عليهم السماء والارض، يعني غالبا المؤمن طبعا تبكي عليها السماء والارض. انت اذا ما كنت او انا اذا ما كنت ما كان ياثر في الكون. الله تعالى خلقك حتى ينظر في هذه اللحظات ماذا تعمل، وإلا الله مو لسواد عينك خالقك. إحنا أحيانا واحد مريض في شدة المرض يشعر ما يقدر، يريد ينفجر، واحد يروح بالبيت يواجه بمنظر غير مترقب سوء أخلاق زوجته، يشوف بعد ميت، الله خلق لهذه اللحظات حتى يشوف في هذه اللحظات ماذا يفعل. فتقول هذا البارحة كان عندي وشتمني من أول الليل للصبح، الله خالقك حتى يشوف في هذه اللحظات ماذا تعمل. هذا بعدين فكروا فيه، كلام جدا لطيف.
يقول يعني كأنه فد مرة أخذ نفسي قال لا لا ما أريد أشكو، وتغيرت حالته. واحد إذا راح إلى تلك العوالم بعد كل الدنيا أصلا تفكيره يصير نمط آخر، تعامله يصير نمط آخر. اللي يفكر في الله وفي رضوان الله والجنة والعاف العاف وما أشبه ذلك، بعد يجي يظلم زوجته، يظلم أولاده، يتكبر على الآخرين. أولياء الله من أكثر الناس تواضعا، لأن يعيشون معادلات ثانية، ما يعيشون هاي المعادلات الدنيوية المادية الحقيرة. فلا تتعجبون أنه صلاة الليل لماذا تحسن الخلق. حقيقة واحد يرتبط ارتباطا حقيقيا بالله أخلاقه تكون حسنة حتى في أشد الظروف. 13 قضاء الدين عن الإمام الصادق صلوات الله عليه حول صلاة الليل وتقضي الدين. إذا واحد مديون ليصلي صلاة الليل. 14 إذهاب الهم. إذا واحد مهموم، واحد عندما يروح إلى معادلات الآخرة هموم الدنيا تذهب من قلبه. الإمام الصادق يقول صلوات الله عليه وتذهب بالهم في صلاة الليل. 15 جلاء البصر، لعله نور في البصر، قوة البصر. الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول وتجل البصر. 16 نورانية البيت، البيت يكون نوراني. الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول إن البيوت التي يصلى فيها بالليل بتلاوة القرآن، باء لعله باء المعية، مثل وبحمده، يعني يصلى ويتلى فيها القرآن، تضيء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الأرض. هذه هي البيوت. 17 حب الملائكة، الملائكة تحبه. النبي صلى الله عليه وآله يقول وحب الملائكة. 18 إجابة الدعاء، النبي صلى الله عليه وآله يقول وإجابة للدعاء، يعني صلاة الليل. 19 قبول الأعمال، النبي صلى الله عليه وآله يقول وقبول الأعمال، صلاة الليل. 20 المعرفة، النبي صلى الله عليه وآله يقول ونور المعرفة. 21 راحة البدن، بس شنو الارتباط؟ بحث آخر. النبي صلى الله عليه وآله يقول وراحة الأبدان. 22 كراهية الشيطان، الشيطان جدا ينزعج من صلاة الليل. النبي صلى الله عليه وآله يقول وكراهية الشيطان. 23 سلاح ضد العدو، صلاة الليل. النبي صلى الله عليه وآله يقول وسلاح على الأعداء. 24 طول العمر، الإمام الرضا صلوات الله عليه يقول في حديث بعد تفاصيل ومد له في عمره، إمداد العمر. الخامس والعشرين الهيبة، تكون له هيبة، متكبر، هيبة مفهوم ثاني. الأمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول إن الله وضع خمسة في خمسة، والهيبة في صلاة الليل. هذه كم واحد صارت؟ 25. أكو هنالك حوالي 25 فائدة أخرى، إن شاء الله نؤجلها إلى وقت آخر. ولكن أختم بكلمة،
صلاة الليل فيها فوائد في الدنيا، في القبر، في القيامة، في الجنة، إن شاء الله نؤجلها لوقت آخر بقية الفوائد. ولكن أختم بكلمة، وهذه الكلمة إحنا أحيانا نخلي فد خريطة مادية متقنة للوصول إلى أهدافنا، هذه الخرائط المادية المتقنة لن تغني من أمر الله شيئا. أكو هنالك شيء وراء الخرائط المادية المتقنة. أنا ما أقول واحد لا تكون إلى خريطة مادية متقنة. يعقوب قال وما أغني عنكم من الله من شيء في تلك الآية، ولكن وراء الخرائط المادية المتقنة أكو هنالك شيء يقال له التوفيق. التوفيق مو منوط بهذه المعادلات المادية، منوط بالارتباط بالله سبحانه وتعالى وبالطلب من الله وبالتضرع إلى الله وبصلاة الليل. هذه من أظهر العوامل التي تأتي بالتوفيق. أكو أفراد موفقين في حياتهم، في الآية الكريمة وجعلني مباركا أينما كنت، وجودات فيها بركة في حلهم، في حضرهم، في سفرهم، في قلمهم، في كلامهم، في وجودهم، في ذريته. أكو بعض الأفراد توفيق ما عندهم، مع أن الخريطة المادية متقنة جدا، ولكن هذه الخريطة المادية لا توصلهم إلى المقصد. أنقل لكم كم قضية وأختم. القضية الأولى، المقدس الأردبيلي كان له صديق في التحصيل العلمي. هذا الصديق ماله كله كان يفكر، هذا تعبيري، في الخرائط المادية. له علاقة، كاتبين في أحواله، له علاقة بالتحصيل، كاتبين من أول الليل إلى الصباح كان يحييها بالمطالعة. بينما المقدس الأردبيلي كان ينام مقدار من الليل، ثم كان يقوم في الثلث الأخير من الليل ويصلي صلاة الليل ثم يطالع. بس شو وقت كان ينام؟ من أول الليل، من وسط الليل؟ على كل حال، إذا تسألون من 100,000 طالب من طلاب العلم، ذاك الصديق شنو اسمه؟ مو معلوم، مو معروف، إلا إذا تطالعون كتاب روضات الجنات تشوفون اسم ذلك العالم الثاني. لا ذكر له ولا أثر له، أي أثر ما له. وفي روضات الجنات كاتب كان المقدس الأردبيلي يفهم البحث أكثر من صديقه. فمو كل واحد يفكر كل ماديات، كل علاقات، كل علم وتحصيل ومطالعة، لا، أكو أشياء ثانية. هذه القضية الأولى، اسم ذاك العالم ما أذكره، إذا حبيتوا روحوا شوفوا في روضات الجنات، اسم مجهول وتتعجبون عندما تقرون اسمه. القضية الثانية، عندنا الحاشية في المنطق للملا عبد الله، كاتبين كرامات عجيبة له، هذا للمولى عبد الله، حاشية ملا عبد الله. يمكن كان قبل 300 عام أقل أكثر، مو كلش قديم.
واحد ثاني كتب كتاب في المنطق، كاتبين في أحواله، هذا جدا كان مشغول حين كتابة الكتاب، هذا الثاني اللي كتب في المنطق، ولعل كتابه أتقن من كتاب الحاشية. الملا عبد الله كاتبين كانت له كرامات وله قضية في أصفهان، عندما ذهب إلى أصفهان، ما علينا بها الآن، كاتبين أنه كانت تكشف له الحجب. فذاك كان مشغول مكب على كتابة ذاك الكتاب المنطقي. أوقات الأذان كان يقول الله تعالى قال وأقم الصلاة لذكري، فالغرض هو الذكر. كان يقوم لحظة يغمض عينه يقول أنا تذكرت الله تعالى، ثم كان يقعد ويكتب المنطق ماله. طبعا هذا استدلاله غلط، له مكان آخر. ذاك الكتاب المنطقي ما إلى أي أثر في الحوزات العلمية، ثم ما إلى وجود أصلاً، يمكن ما سامعين باسم ذاك الكتاب وما سامعين باسم ذلك الرجل، والله جعل البركة في هذا الكتاب. هذه القضية الثانية. القضية الثالثة أنقلها أيضاً. فد واحد كان إلى أب الأبو كان مشغول بتدبير شؤون أولاده، يروح يكتح يتعب يشتري لهم أكل كذا، والابن كان مشغول بتحصيل العلم مكب. يوم من الأيام رجل شكى عند أحد العلماء هذا الولد، قال هذا الولد ما يعاون أبوه، أبوه خطية رجال شايب، وتكلم ويا أيها العالم حتى لهذا الابن يعاون أبوه، أنا إش ما تكلمت ويا ما فات. ذاك العالم قال لهذا، أما رأيي أنا أنت ما عليك بأبوك، أنت روح وأدرس أدرس أدرس، في المستقبل أبوك يفتخر بك، عندما تصير عالم أبوك يفتخر بك، ولو الآن يتأذى منك ما يرتاح إليك تارك واحدة، ولكن بعدين يفتخر بيك. ناقل هذه القضية كان يقول أنا عندي تعليق على كلام هذا العالم، ممكن واحد ما يعاون أبوه يتقدم في طلب العلم، ولكن كل الأشياء هي طلب العلم، فأين التوفيق؟ التوفيق وين مكانه؟ واحد يترك أبوه يعاني الأمرين، أنا مشغول بسيري، فاطلبوا للشغل غيري، الله يسلب منا التوفيق. يسلب منا التوفيق يعني شنو؟ يعني يبتلى بفقدان الذاكرة. شايفين بعض العلماء يبتلون بفقدان الذاكرة، يفقد ذاكرته وينتهي كل شيء. أنا شايف بعض العلماء ابتلوا بفقدان الذاكرة، الذاكرة تروح، مو أنه واحد يفكر لا كل تحصيل وكل انكباب وكل معادلات مادية، لا، وراء المعادلات المادية معادلات غيبية. فإحنا في الواقع يجب علينا ألا نحصر اهتمامنا في إطار الأشياء المادية. وأنقل لكم هذه القضية الأخيرة وأختم.
عندنا واحد من الأصدقاء كان في مشهد مدة، جاء شهر رمضان، قال فكرت أن أختم القرآن في شهر رمضان، لمن أهدي؟ أفضل شيء أن أهدي القرآن لمن أنا في ظله، وهو الإمام الرضا صلوات الله عليه. يقول كل يوم كنت أقرأ جزء من القرآن حتى خلال شهر رمضان أختم القرآن كله. يقول إلى 15 يوم، ليلة 15 صارت إلي مشاغل، واحد من أقربائنا مات، انشغلت بالفواتح، بعدين أنا تمرضت، انشغلت بمرضي، بعدين واحد آخر من أقربائنا أو من معارفنا مات، انشغلت بالفواتح وتركت قراءة القرآن بثواب الإمام الرضا، إلى يوم أو ليلة 25، كأنه قال عصر يوم 25. شفت شهر رمضان دا ينتهي وأنا ما قاري كثيرا، فكرت أذهب إلى الإمام الرضا وأعتذر منه أنه أنا قلت أقرأ ختمة كاملة لكم، أعتذر من الإمام ما قدرت. يقول في الطريق قبل ما أروح إلى الحضرة للاعتذار من الإمام الرضا مررت على بيت أحد العلماء فذكر لي هذه القضية، أنا أختصر القضية، قال العلامة الأميني مؤلف الغدير جاء إلى مشهد في شهر رمضان، العالم ينقل لهذا الرجل، فكان بعد الإفطار يروح إلى حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه ويبقى إلى أذان الفجر. يمكنهم كان يودي شيء وياه مثلا بالسحر بي، كاتب إلى أذان الفجر ويصلي. يقول أنا يوم من الأيام قلت له هاي الصلوات اللي تصليها شنو هي؟ إحنا نشوف العلامة الأميني ونشوف الغدير وتأثيرات الغدير، لكن شنو وراء الغدير؟ هذه النقاط الجزئية وراء الغدير. إحنا نشوف المراجعات، لكن شنو وراء المراجعات؟ إحنا نشوف كتب سيد عبد الله شبر، لكن شنو وراء هذه الكتب؟ وهو الذي توفي في شبابه، ما كان معمر سيد عبد الله شبر، 48 عمره كان، إيش قد كان؟ 52، يعني ما كان شايب. يقول العلامة الأميني قال لي أنا عندما أجيت إلى مشهد فكرت أن أهدي هدية للإمام الرضا صلوات الله عليه، فكرت شنو أفضل هدية، إجا في بالي أن أصلي للإمام الرضا، يعني بثواب الإمام الرضا لله تعالى وثوابه للإمام الرضا، أو بالنيابة عن الإمام الرضا كل ليلة 1000 ركعة. فيقول هذا العالم لصديقنا العلامة الأميني، هسه هذا العالم ليش نقل هذه القضية؟ لعله من باب المؤمن ينظر بنور الله. يقول بدون كلام هالشكر رح زرته بدأ بهذه القضية. يقول العلامة الأميني كل ليلة كان يذهب إلى الحرم بعد الإفطار ويصلي 1000 ركعة. ما أدري أحد الحاضرين مصلي الليلة في حياته 1000 ركعة؟ لو لا إن شاء الله نعم. يقول إلى 30 ليلة، فصلى طوال شهر رمضان 30,000 ركعة لثواب الإمام الرضا. يقول عندما نقل لي هذه القضية واي خجلت من نفسي، فكرت أنا شاب قوي
والعلامة الأمين يا رجل شايب يصلي 1000 ركعة في كل ليلة. ما أدري في عمرنا إحنا كله نوفق نصلي في ليلة 1000 ركعة؟ لو ما عدنا هذا التوفيق. فيقول جدا خجلت من نفسي ونقلت للعالم قضيتي، أنه قضيتي ويا الإمام الرضا هذه. فيقول فتبسم ذلك العالم، يقول أنا رحت للحرم وقلت للإمام الرضا لا أنا ما أجيت للاعتذار وأنا أكمل. وفيما تبقى من الشهر 4 أيام تقريبا كانت 4 ليالي أكملت القرآن. إحنا ينبغي أن نعلم أن وراء المعادلات المادية معادلات معنوية، وصلاة الليل إحدى الأشياء المهمة في صنع المعادلة المعنوية. الوالد رحمة الله عليه يقول إذا ما عندكم خلق تصلون صلاة الليل كلها، صلوا الركعات 3 الأخيرة. إذا ما عندكم خلق صلوا الركعة الأخيرة، ركعة واحدة، ركعة الوتر، قوموا قبل أذان الفجر ب4 دقائق بسرعة توضوا صلوا ركعة واحدة. أحد العلماء كان يقول كلام لطيف، كان يقول إذا هذا ما عندكم خلق خلوا المنبه قبل الأذان بدقيقة، دقيقتين، 3 دقائق، المنبه يدق، افتحوا أعينكم، من أعماق قلبكم توجهوا إلى الله تعالى وقولوا يا الله وناموا. هو هذا مزيان، لأن هذا يجر الإنسان، هاي بداية، هذه البدايات تجر الإنسان إلى التوفيقات كبيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا هذه التوفيقات، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقا بين الظلام وبين نور مشرق، هدي ينير الدرب.